السلام عليكم شباب. عصير البرتقال، شكون فينا اللي ما عزيزش عليه عصير الليمون؟ التشين العائلة التشين. كلنا كنعرفوا بأن عصير البرتقال فيه بزاف ديال الفوائد، ومنها الفيتامين سي. أشهر حاجة الفيتامين سي. البرتقالة بنفسها يعني فيها بزاف ديال المواد الغذائية والفيتامينات المهمة للصحة، ولكن بعض الخبراء كيقولوا بأن عصير البرتقال تقريبا بحاله بحال مونابا، يعني فيهم واحد الكمية ديال السكر كبيرة بزاف. بمجرد أنك تشرب عصير البرتقال فداك السكر كيمشي في الدم بسرعة، وكيطلع لك السكر، وكيدير لك زيادة الوزن، وكيدير لك بزاف ديال المشاكل في الصحة. علاش؟ حيت كتشرب عصير البرتقال يعني بدون دوك الالياف ديال الثمره ديال البرتقال. مشكله هذه. واللي عزيز عليه عصير البرتقال شنو غادي يدير؟ صراحه فكرت في واحد طريقه ممكن انها تكون مفيده، انا كنآمن بانها مفيده. بعد عصر البرتقال كنحتفظ يعني باللب ديال البرتقاله ديال الثمره، يعني دوك الالياف ديالها كنحتفظ بهم. فشنو غادي ندير باش عصير البرتقال ما يضرنيش في صحتي بسبب دوك السكريات الكثيره اللي فيه؟ غادي نتناول الالياف ديال البرتقاله قبل ما نشرب عصير البرتقال. بعد ما كليت هاد الالياف كنظن بان الالياف وصلوا للمعده، مازال شويه. من بعد ما صبقت الالياف غادي نشرب عصير البرتقال. اذا هاد الطريقه شنو درت فيها؟ شربت عصير البرتقال من بعد ما كليت الالياف ديال ثمره البرتقال. كنظن تلقاو في المعده بجوج، يعني بحال اللي كلا برتقاله بدون عصرها. هذه هي الطريقه اللي كندير باش نحافظ على الصحة ديالي من كثرة السكريات. فكنظن بأن بهذه الطريقة نقدروا نقللوا من الجهد ومن القوة ديال السكريات اللي عامر بها عصير البرتقال. أظن بأن بهذه الطريقة نقدروا نحافظوا على صحتنا من السكريات بزاف اللي كاينين في العصير ديال البرتقال ولا أي فاكهة، مثلا عصير الموز ولا عصير التفاح ولا عصير الأناناس، مهم اي فاكهه كما كانت. الا كان العصير ديالها عامر بزاف بالسكريات، فكيقولوا بان الثمره ديال ديك الفاكهه ملي كتاخذها ثمره بدون عصرها كتاخذ السكريات مع الالياف، يعني كيكون داك الامتصاص بطيء وكتحافظ على صحتك. اللي كيحب العصير، ومن منا لا يحب عصير البرتقال خصوصا، ممكن انه يعصر البرتقال الكافي باش يدير العصير اللي بغى، ويحتفظ بدوك الالياف اللي تعصروا، يسبق تناول دوك الالياف ومن بعد يشرب العصير اللي بغى. هذه هي الحياة البسيطة. شكرا على متابعتكم، منا الف سلام.